اهلا بحضراتكم مره تانية. تاكيدا لكلامي اللي اتكلمت فيه مع بدايه الحلقه واخبار رحيل بعض اللاعبين، فانا جايب لكم كده فقره مهمه قوي قوي عن عدد الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي بخصوص رحيل لاعبين وقرارات برحيلهم ولاعبين عايزين يمشوا وكلام من ده. تعال نقرا اول خبر، ده خبر عادي تمام. قال لك النادي الاهلي يمتلك اقوى خط هجوم في الدوري المصري بعد مرور 3 جولات. المارد الاحمر سجل 10 اهداف، اقوى خط دفاع هو البنك الاهلي الذي لم يستقبل سوى هدف واحد كان من النادي الاهلي. الاهلي استقبل 3 اهداف بس اللي هي في مباراه الزمالك. ده حلو زي الفل. تعال بقى للي بعد كده بقى، ركز معايا. الوطن الرياضي، يلا عد نعد مع بعض، يلا بينا. موسيماني يتمسك ببقاء احمد عبد القادر ويرفض رحيله عن النادي الاهلي، ادي رقم واحد. تعال اللي بعده، سيد عبد الحفيظ يوضح موقف الاهلي من رحيل معلول وديانج، نفس السؤال. ماشي اللي بعده، تعال نروح للاهرام. قال لك اخبار الاهلي حقيقه عرض اياكس امستردام الهولندي لاكرم توفيق. خش على اللي بعده كده، احنا كام عدينا كام، 3 ولا 4؟ الاهلي احسن موقف الشحات من الرحيل في يناير، ادي 5. ماشي، وادي السادس، المقاولون العرب لم نفاوض الاهلي لضم رامي ربيعه في يناير، ادي 6. ها بتعدوا معايا؟ ماشي. فرمان موسيماني يمنع محمد شريف من الرحيل عن الاهلي في الشتاء، ادي 7. عاجل، الاهلي يحصل على توقيع محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز، ادي 8، من ضمن الاخبار برضو الغير منطقيه. تمام، الوطن سبورت ده خبر هنعلق عليه بعد ما اخلص بقى الجزئيات اللي فاتت دي. موسيماني يطلب من كيروش استبعاد الشناوي امام الجابون، وده يعني خبر برضو غير منطقي. لكن احنا عدينا كام خبر النهارده اللي يعني شفناهم، دول اللي احنا ايه شفناهم، اللي زمايلي في الاعداد شافوهم لقوهم قدامهم، بيتكلموا عن ايه؟ عن رحيل لاعبين وعن تعاقد مع لاعبين. تقريبا 8 اخبار، 8 اخبار. فتعال نمسك خبر خبر كده. اول حاجه قال لك الوطن ان موسيماني يتمسك ببقاء احمد عبد القادر ويرفض رحيله. هو الراجل اللي هيلعب احمد عبد القادر، ومين قال ان هو هيمشي؟ وهيمشي ليه؟ وفين المشكله اصلا؟ فين الازمه عشان يمشي؟ فين الموضوع؟ ايه الهدف من الحاجات دي؟ ايه المطلوب من الحاجات دي؟ المطلوب ان انت دايما تحاول تهد استقرار الاهلي. الفرقه ماشيه كويس، فصعبان عليك ان الفرقه ماشيه كويس، فيلا هوب احمد عبد القادر اللي هو غير منطقي ابدا ان هو يمشي دلوقتي، غير منطقي ابدا. راجل لسه راجع من الاعاره، وموسيماني في حساباته جدا جدا احمد عبد القادر. شفنا الكلام ده في ماتش الاسماعيلي، الراجل نزل وقدم بشكل ممتاز واحرز هدف. شفنا الكلام ده في ماتش البنك الاهلي، نزل وشارك، كان هيشارك في ماتش الزمالك بالمناسبه لولا اصابات بدر بنون وايمن اشرف، فبالتالي ما شاركش في المباراه دي بسبب ده تحديدا، كان هو وعمار نازلين. فليه هيمشي احمد عبد القادر؟ ليه؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه، ده الحساب الرسمي للمصري اليوم او المصري الرياضي على تويتر، بيقول لك تصريح وتوضيح من الكابتن سيد عبد الحفيظ لموقف الاهلي من رحيل معلول وديانج. والتصريح ده منقول على موقع دو سبورت، ده اعتقد موقع اماراتي، ويعني بحكم تواجد الكابتن سيد عبد الحفيظ في الامارات في الفتره الحاليه، فبالتالي سالوه، قالوا له احنا بنسمع تقارير كتير جدا من مصر، الناس بيقولوا ان ديانج وقفشه جاي لهم عروض، ومعلول موقفه ايه من التجديد وكلام من ده. فكابتن سيد رد عليهم، قال لهم يا جماعه احنا ما فيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي، وده الكلام اللي احنا بنقوله لحضراتكم بقى لنا 3 ايام، ما فيش اي عرض رسمي جه للنادي الاهلي، ولو جه عرض رسمي احنا بنناقش الموضوع وبنشوف مصلحه النادي وقايمه الفرقه اللي احنا دايما بنسعى كنادي اهلي ان احنا نقويها، وبعد كده نشوف مصلحه اللاعب وبنتوافق مع بعض في المصلحه العامه، وفي الاخر بناخد القرار. لكن حاليا ما فيش اي اتجاه لرحيل اي لاعب، لان انت مقبل على شهر يناير، وارد جدا يجي لك عروض، وارد جدا ان ممكن حد الجهاز الفني يحس ان هو مش محتاجه فيقول لك الاحسن نطلعه اعاره مثلا يعني. وارد جدا حد يمشي في الصيف ممكن بعد انتهاء الموسم، لكن الكلام ده كله سابق لاوانه، وده اللي بيقوله كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ من خلال الخبر ده. لكن الناس مركزه على الموضوع ده، انا مش عارف السبب ايه في الحقيقه. تعالوا نروح للرقم 3، اكرم توفيق جاله عرض على حسب ما كاتبين كده، ويمكن هم ادرى، بس ما اعتقدش ان هم هيبقوا ادرى من النادي الاهلي. قال لك ان اكرم توفيق جاله عرض من اياكس امستردام، طبعا حاجه كويسه جدا، لكن هل جه عرض؟ والله العظيم ما جه عرض. ممكن يكون في وكلاء بيتكلموا، ممكن، ما اكثر كلام الوكلاء، ما اكثره،
كتير قوي، كل واحد بيسعى ويحاول ان هو مثلا يطلع لعيب وبتاع ويجيبه شغل، مفيش مشكله عادي، حاجه طبيعيه. لكن هل كلام الوكلاء بيبقى هو الرسمي؟ لا، الرسمي لما يجي لك فاكس من نادي لنادي عايز يشتري لعيب، هل جه حاجه؟ ما جاش. طب خش على اللي بعده. ده بالنسبه لاكرم توفيق. حسين الشحات من اول ما جه الاهلي وكل فتره انتقالات يقعد يقول لك، وقبل حتى فتره الانتقالات يقول لك ايه، اصل حسين الشحات هيمشي، اصل حسين الشحات مستواه مش عارف ماله، حتى في عز مستواه يقول لك اصل حسين الشحات هيمشي. انا مش عارف ايه المطلوب من حسين الشحات، ايه المطلوب من النادي الاهلي؟ هل لازم الاهلي يمشي حسين الشحات ويمشيه ليه؟ ده نجم من نجوم الفرقه، ده ركيزه اساسيه من ركائز الفرقه، ده عنصر مهم جدا وفعال جدا في خطط موسيماني وفي كل مباريات النادي الاهلي. فهل من المنطقي ان يطلع اخبار على رحيل حسين الشحات؟ هل من المنطقي والبديهي كده واحنا بنفكر مع بعض ان الاهلي يفكر ان يمشي لعيب بقيمه حسين الشحات بامكانياته، وانت عايز تاخد بطوله افريقيا المره الثالثه على التوالي وال11 في تاريخك؟ ازاي يعني انت لو قررت كده او فكرت كده فده هيبقى عكس اهدافك اللي انت عايز تحققها. الاهلي دايما فريق بطوله، اهداف الاهلي مش فريق استثماري، الاهلي اهدافه البطولات، او في نفس الوقت بيدور على مصلحته ومصلحه لعيبته، دي كلها امور طبيعيه في كره القدم يعني. فبرضه من ضمن الاخبار الغريبه، خش على اللي بعده. رامي ربيعه قال لك تصريحات من المقاولين العرب، اصل رامي ربيعه احتمال يروح المقاولين العرب، وهم هنا بيستندوا ان رامي فعلا بصراحه كان رايح المقاولين العرب في شهر يناير الماضي، وكان خلاص يعني على وشك الرحيل على سبيل الاعاره، بس ما حصلش نصيب، الموضوع ما كملش. فبرضه هنا خبر من ضمن الاخبار الاستنتاجيه، ممكن بقى السنه دي يتجدد الموضوع. اللي نفى الموضوع مين بقى؟ مش احنا اللي نفيناه، ده الكابتن محمد عادل تمام، المشرف على الكوره بالمقاولين العرب، قال لهم يا جماعه مفيش الكلام ده وما حصلش اصلا. رامي ربيعه طبعا لعيب كبير، نتمنى ان هو يكون موجود، لكن لغايه دلوقتي احنا ما اتكلمناش في حاجه مع النادي الاهلي بخصوص رامي ربيعه، وما فكرناش في القصه لحد دلوقتي يعني. وارد ان هم يفكروا، لكن لحد دلوقتي لا، وارد لما يفكروا الاهلي يرفض، لان رامي برده لعيب خبرات عظيمه جدا ولعيب ممتاز جدا. فهتروح ممشي رامي؟ طب افرض لا قدر الله حصل اصابات في خط الدفاع وانت بتلعب ثلاثه دلوقتي في المركز ده، فاكيد هتلجا لنجم كبير زي رامي ربيعه. فالحسابات يا جماعه، في حسابات كتير جدا في الامور اللي زي دي، مش مجرد اخبار وبتتقال وخلاص. قال لك بقى ايه؟ موسيماني قرر انه يمنع محمد شريف من الرحيل عن الاهلي في الشتاء. هل في اختلاف على امكانيات محمد شريف؟ طبعا مفيش اختلاف. هل محمد شريف اجمد مهاجم في مصر دلوقتي؟ طبعا اجمد مهاجم في مصر، ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليه. هل وارد يجي له عروض؟ وارد يجي له عروض. هل جاله عروض؟ ما جالوش اي عروض. الاهلي هيوافق يبيعه في يناير؟ انا بقول لحضراتكم بنسبه 99.9 مش عايز اقول 100% لان كل شيء وارد في كره القدم، لكن بنسبه 99.9 ما ينفعش. لان برضه لو بعته هيبقى ده عكس الاتجاه اللي انت ماشي فيه في حظ المزيد والمزيد من الالقاب واسعاد جمهور النادي الاهلي، لان ده الهدف الاول والاساسي عند مسؤولي النادي الاهلي دائما وابدا. فكلام برضو غير منطقي. ادي محمد شريف. خش بقى على حاجه مختلفه شويه. قال لك الاهلي خلاص وقع مع محمد حمدي ظهير ايسر بيراميدز. هو لعيب طبعا كويس وابن من ابناء النادي الاهلي ولاعب دولي، وموضوع ان عقده هينتهي اخر الموسم برضو ده يندرج تحت الاخبار الاستنتاجيه. لكن هل الاهلي مضى او وقع مع محمد حمدي؟ الكلام ده ما حصلش. لعيب كان متصعد مع جريده، ولعيب كان موجود في صفوف النادي الاهلي ورحل وبيقدم مستويات كويسه، وارد ان انت تفكر فيه، بس دلوقتي مفيش اي تفكير فيه، لان اولا احنا ما دخلناش في الفتره القانونيه ان انت تقدر تتكلم فيها مع اي لعيب ان هو ينضم لصفوفك لو عقده هينتهي. الكلام ده الفتره القانونيه هتبقى امتى؟ في يناير. فمش من المنطقي ان ده يحصل. طب بص بقى متن الخبر بيقول لك ايه؟ بيقول لك اصل في مسؤولين في النادي الاهلي، مسؤولين كبار قعدوا مع اللاعب الكام يوم اللي فاتوا دول. ده متن الخبر بقى حضراتكم مش شايفينه، انا شايفه قدامي اهو تمام. قعد معاه خلال الكام يوم اللي فاتوا ووقع معاه، وان اللاعب مضى للاهلي. طب ازاي واللاعب اصلا موجود مع منتخب مصر؟ ازاي يعني الراجل موجود مع الاهلي هيروح في المعسكر بتاع المنتخب ويمضيه في فتره غير قانونيه؟ ده كلام غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره. وفي نفس الوقت الاهلي عنده ثلاثه في المركز ده، عنده علي معلول، مفيش احلى من كده ولا اروع من كده ما شاء الله عليه، عنده ايمن اشرف وعنده محمود وحيد، الثلاثه ما شاء الله عليه. من الوارد ان يحصل جديد وتفكر في ظهير ايسر تاني، لكن لحد اللحظه دي مفيش الكلام ده خالص 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 يعني.
نروح للوطن، وده فيما يتعلق بقى بالخبر الاخير اللي انا قلت لحضراتكم هنعلق عليه، بس انا حبيت ااكد زياده عن موضوع الاخبار العديده المغلوطه عن النادي الاهلي في الفتره الحاليه، بحكم ان مفيش ماتشات للاهلي، مفيش اخبار، مفيش احداث، فالجا بقى لموضوع الرحيل والانتداب والكلام من ده، وده كلام غير منطقي. لكن دورنا دايما كقناه النادي الاهلي، مش البرنامج ده بس، كل البرامج دورنا ان احنا نوضح لحضراتكم كل الحقائق، وما تشغلوش بالكم خالص بامور زي دي خالص، لان هي مش موجوده حتى هذه اللحظه. خلينا نروح بقى للوطن سبورت، واللي بيقول ان موسيماني طلب من كيروش انه ما يلعبش الشناوي في ماتش الجابون. برضو يا جماعه كلام، والله انا مش بنفي لمجرد النفي، بس حضرتك كده فكر معايا، هو موسيماني ليه الحق انه يتدخل في اختيارات كيروش؟ ان يلعب يمين وما يلعبش يمين؟ هل كيروش ده مدرب صغير عشان يسمع كلام موسيماني لو تدخل؟ انت هتقول لي ما تلعبش الشناوي فمعلش عشان يريح شويه هروح اسمع الكلام؟ لا طبعا، رغم انه وارد ان كيروش يريح الشناوي عشان يدي مثلا ابو جبل المباراه، خلاص انت حسمت صعود، ده وارد يحصل، لكن عمره ما هيحصل بتدخل من اي مدير فني لاي نادي تاني، سواء اهلي او زمالك او اي نادي تاني. فخبر غريب شويه، لكن في كل الاحوال هنشوف مين اللي هيلعب اساسي بكره مع منتخب مصر، ونتمنى لهم كل التوفيق.